خير معلنا الكرام، مساء الخير على احلى المشاهدين والمشتركين في قناه عالم الاجهزه الكهربائيه، ويا رب تكونوا بخير. والنهارده رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو بتاع النهارده معانا قلايه هوائيه ريبينو. القلايه الهوائيه ديت يا جماعه العميل جايبها بيقول مش شغاله، يعني احنا موصلين الفيشه اهو، الفيشه بتاعتها اهي موصلينها وبنشغل تمام، مفيش اي تشغيل نهائي، مفيش كهرباء واصلها خالص. هنصلحها واحنا مع بعض، وتقريبا ده اول فيديو ينزل على القناه عندنا صيانه قلايه هوائيه، وهنعمل ريفيو عن القلايه ديت وهنشوف جودتها وامكانياتها من الداخل بطريقه سهله وبسيطه، بس بعد ما هنصلحها مع بعض، لان القلايات يا جماعه مشاكلها قليله جدا وحلها بسيط جدا، على اساس ان انت لو عندك قلايه كهرباء وحصل فيها مشكله ما تروحش مركز خدمه او لفن صيانه خارج يضحك عليك، يبقى انت عارف ان القلايه ديت لما بتفصل بيكون ايه المشكله اللي فيها، لما بتعلق بيكون ايه المشكله اللي فيها، وهو سبب بسيط جدا هنفكه واحنا مع بعض ونشوفه وهنتفرج على القلايه واحنا مع بعض. بس خلينا الاول نشكر كل الناس اللي بتدعمنا في القناه باشتراك او تعليق او لايك، وبقول للناس اللي لسه اول مره تشوف فيديو النهارده انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا وريفيوهاتنا. وما دام ظهر لك الفيديو ده يا باشا اشترك في القناه، لو مش عايز تشترك في القناه حط لنا لايك، بس الاشتراك في القناه هيشرفني ان تكونوا موجودين معانا في القناه. يلا بينا نقرب الكاميرا وهنفك القلايه وهنشوف طريقه تشغيلها ازاي، وهنشوف ليه هي بتعلق، وهل القلايات مشاكلها كتيره ولا لا. يلا بينا واحنا شغالين هنحكي مع بعض. يلا بص احنا كده قربنا الكاميرا يا جماعه، دي الحله بتاعتها تمام، فيها نظام لوك، بضغط على القفل ده بالشكل ده عشان تطلع معايا الطاسه ديت، ودي موجوده في موديلات كتير بالشكل ده تمام. واحنا بنفكها هنعرفكم التشغيل بتاعها. دي الطاسه بتاعتها او الحله بتاعتها تمام. عندي بص المفروض لما اجي اقفل القلايه دي بالشكل ده المفروض هنا تشتغل معايا تنور، مفيش تشغيل خالص تمام بالشكل ده، مفيش تشغيل نهائي هنا. طيب هنفك احنا مع بعض وهنشوف. اول حاجه نطلع الطاسه دي ونشيل الفيشه ونقلب القلايه بالشكل ده، هحطها لكم كده علشان تعرفوا تشوفوا، بيكون في مسامير هنا كده، نفك المسامير اللي هنا بالشكل ده كلها، بيكون فيها 4 أو 6 مسامير، بفك المسامير كلها، وبيكون في مسمارين تاني من الخارج رفيعين لازم نفكهم علشان خاطر القاعدة دي تخرج معنا تمام، ونقدر نشوف الدخول بتاع الكهرباء بالشكل ده تمام. دي القلاية دي بالنسبة أول حاجة احنا بنفك الظهر ده يا جماعة علشان خاطر نشوف المراحل. هنا عندي الفيشة واصلة، وهنا ده سويتش بتاع العلبة دي، السويتش ده المفروض بيقفل بيضغط على دي. طب احنا هنركب دلوقتي العلبة دي أو الحلة دي بالشكل ده، وهنقلبها تاني بالشكل ده. شايفين هنا في سويتش تمام، المفروض السويتش ده لما بقفل الحله ده يقفل هنا تمام. هنا احنا قافلين الحله، فاتحين الحله السويتش رافع قافل، بنقفل الحله هنا المفروض ده يدي تكه كامله، دي مش مدي التكه كامله تمام. يبقى اول حاجه هنشوف السويتش ده، هنوصل الفيشه دلوقتي واحنا مع بعض وهنشوف القلايه تشتغل معايا ولا لا. لو هتلاحظوا هنركز هنا، اول ما هدوس هنا على السويتش ادي القلايه اشتغلت معايا تمام. يبقى احنا هنشيل الحله دي وهنركز من هنا، بصوا المروحه اللي فوق دي اول ما ادوس على السويتش ده المروحه اهي اشتغلت جوه. يبقى احنا عندنا هنا المشكله في السويتش ده، السويتش ده هو اللي فيه مشكلة. يبقى احنا مش محتاجين نفك الجزء الفوقاني، ومحتاجين نروح عند المروحة وعند لوحة المفاتيح والكلام ده كله علشان خاطر محدش يشتغل. يبقى في الغالب او 90% من القلايات لما بيحصل فيها مشكلة بيكون السويتش ده. طب السويتش ده ليه دراع اهو هنا
المفروض الحلة دي البنز ده بيخبط فيها، تمام؟ لما بنركبه يعمل لي لوك، انا بقفل ما عملش لوك. طيب يبقى انا كده في مشكلة في الدراع ده، هصلحه ازاي؟ هنصلحه مع بعض. شايفين انا لما بجيب مفك صغير واقفل دي كده، شايفين هيشتغل؟ يعني لما اعمل كده فصل، تمام؟ انا كده بعمل بالمفك ده بلغي الحلة دي او الطاسة دي علشان اشوف القلاية بتاعتي شغالة ولا او اشتغلت، تمام؟ كده انا فصلت المروحة المحررة ولكن اشتغلت. يبقى احنا نشيل الفيشة، تمام؟ وهنقلب دي بالشكل ده كده. كده بص الدراع ده هو اللي فيه مشكلة. طيب احنا نفك دي ونشوف ليه الدراع ده مش بيزق. دي هي بالمناسبة القلاية دي جديدة يا جماعة، يعني العميل ما استخدمهاش مرتين ولا حاجة. نشيل القاعدة كلها دي، يبقى احنا فكينا القاعدة كده، هي دي القاعدة وده الدراع بتاع القاعدة. طيب القاعدة والدراع بتاعها سلام، مفيش حاجة فيهم مكسورة او بنز، هنفحصها بالنظر كده، مفيش اي مشكلة في القاعدة نفسها. يبقى انا عندي كده المشكلة في البنوز دي عالية، هعمل ايه؟ عندي البنوز اللي بيركب فيها القاعدة دي بتركب على مسمارين، اقصر البنوش شوية علشان القاعدة دي تدخل لجوه علشان الحلة لما نيجي نقفلها تعمل لي لوك. لازم ناخد بالنا من النقطة دي يا جماعة. انا قصيت الضفر، قصرت الضفر بتاع القاعدة، تمام، وهربط القاعدة بالسويتش تاني وهجرب اربطهم كويس بالشكل ده. بتكون القاعدة ليها مسمارين والسويتش بيكون ليه اتنين مسمار، تمام. هنجرب قبل ما نعدل. انا كده قافل، بصوا كده بتشتغل معايا زي الفل، بس اعدلها علشان خاطر حضراتكم تشوفوا. انا من غير ما اقفل السويتش انا فتحت الحلة اهو، قفلتها، ركب الفيشة، القلاية اشتغلت، اللمبة الخضراء نورت وكده اللمبة الحمراء نورت. يبقى احنا كده صلحنا القلاية بطريقة سهلة جدا، وتعرف تصلحها في البيت ومش هتكلفك حاجة، مش هتروح لحد يضحك عليك ويقولك انا عملت وسويت، تمام، وهتقدر تعملها بكل سهولة لو ركزت في الفيديو بتاعنا، تمام. احنا نقفل الحلة بتشتغل. طيب كده بقت تمام، بقت 10/10، بقت تسخين. عندنا بقى هنعمل ريفيو عنها وهنشرحها طريقة تشغيلها، بس نقفلها الاول بالمسامير بتاعتها، تمام. لازم نربط المسامير دايما. انا بقول للعملاء بتوعنا او المتابعين بتوعي في القناة دايما لما هنصلح اي جهاز قبل ما اقفله لازم اجربه، عشان بعد ما اقفله ما يلاقاش فيه مشكلة تانية واحتاج ان انا افك تاني، تمام. احنا ربطنا المسامير وهنعدل القلاية ونجربها بالشكل ده، بيكون ليها زي ما اتفقنا 6 مسامير. كده القلاية اهي شغالة معانا 10/10، بفتح الباب بتعمل لوك، بقفل الباب بتاعي بتقفل. القلاية من فوق نيكل، ده درجات الحرارة بتاعتها معانا لحد 200 درجة على حسب نوع الأكل اللي بتحطه. كده بتفصل، عندي تايمر من دقيقة لحد نص ساعة، تمام، وده وقت كافي جدا لتسوية الطعام جواها أو تسوية الأكل. عند وصول الصفر بيدي الأنظار بالشكل ده. عندي حجم القلاية من الداخل
3 لتر ونص، بضغط بالشكل ده بتطلع مع الزرار ده بتركب بالشكل ده، تمام. ده بيتعمل لوك. عندي هيتر من الداخل، مروحة، عندي حساس، عندي فيها فتحة تهوية، الحساس بتاعها اهو في الجنب، مش عارف هتشوفوه ولا لا في التصوير. عندي من الخلف بتاعها فتحة تهوية كويسة ولكن مش واسعة، تمام. الكابل بتاعها كويس. عندي من تحت فيه أربع رجول حمالات. كتيب هو المنشأة بتاعتها صيني، القلاية الصيني يا جماعة، 3.5 لتر. ده بالنسبة للقلاية كلها، تمام. لو عايز اشغل بتشتغل معايا اهو. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا جماعة اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا سلام على أحلى مشاهدين ومشتركين.